كابتن رافع. طبعا دائما احنا المسافرين كنا بذمة الطيار والنعم منك. الله ينعم عليك. يا اهلا وسهلا شت وليان مو يا اهلا كابتن رافع. طبعا دائما احنا المسافرين خلي وياي على الهواء خلي بس وقف وخلي وياي على الهواء. هذا الفيديو تتذكروه، هذا الفيديو كان عبرة لكل كابتن أنه يدخل أي شخصية إلى قمرة الطائرة، تمام؟ هاي غرفة الطيار ما حد يدخل لها، تمام؟ وهذا الكابتن وصل إلى مرحلة انفصل ومنع مدى الحياة من الطيران، منع مدى الحياة، تمام؟ زين، هل جازوا الطيارين تابوا؟ خل أشوفكم فضيحة كابتن ثاني. كابتن ثاني طوني كابتن ثاني. أها ما شاء الله. أي هذا أيضا كابتن. هذا الفيديو قريب جدا قريب هاي اليومين. هذا الكابتن عيد لي الفيديو. هذا الكابتن أنا بس أريد أفتهم إيش عندكم ويا البنات تطببوهن الغرفة الطيار. هذه البنية شفناها بفيديو، شوف هذا الفيديو ويا الكابتن بغرفة الطيار. دوليا ممنوع منعا باتا انه اي شخص يدخل اذا كانت الطائرة على الارض او في السماء، ممنوع واحد يدخل الى قمرة الطائرة. زين انتوا ليش تطببون بنات الغرفة الطيار؟ تمام؟ رحنا نبشنا على هذه البنت، رحنا نبشنا عليها لقينا لها صور. هاي هي نفس التيشيرت، حتى خاف ينكرون يقولون لا نفس التيشيرت بالخطوط الجارة. رجع لي الصورة. نفس التيشيرت هذا بالفيديو ويا كابتن، وايضا علامات الخطوط الجوية العراقية وراها قاعدة على كرسي الطائرة. هسه اعطيني لقيناها وين بعد شفناها؟ وين انطوني صورة ثانية وين شفناها بعد؟ هذه اياتها موجودة بالنص. وين هاي؟ بالعراقية، قناة العراقية. ايش تشتغل ما اعرف. انطيني بعد صورة. هاي ايضا بالعراقية، صباح العراقية، تمام. بعد اكو شيء لها، وايضا ما ادري هي موديل، حتى حاطة رقم تليفونها، ما ادري هي موديل او شنو. بس انا عندي سؤال، خلي وياي الكابتن اريد اسألك سؤال. ليش تطببون بنات لغرفة الطائرة؟ وليان البياتي تسببت بفصل كابتن، وانت اليوم تجي ما تعلمت من الدرس، ما تعلمت. انتم منين متخرجين؟ قوانين ابويا، هاي قوانين. انت شلون تطبب بنية الغرفة الطيار؟ شلون تطبب؟ وليش مطببها؟ ليش مطببها الغرفة الطيار؟ بتخالتك؟ لا جواب، اريد جواب من الخطوط الجوية العراقية. هاي فضيحة يا خطوط الجوية العراقية. كل يوم تخطئون نفس الخطأ، كل يوم تغلطون نفس الغلط. الى الخطوط الجوية العراقية، الى السيد وزير النقل، على اي اساس البنات يطبن الغرفة للطيار؟ ركاب يطبون الغرفة الطيار ليش؟ عمي والله العظيم اني اعلامي عمري بحياتي ما شايف غرفة الطيار، ما شايفها، بس البنات يشوفونها، ما اعرف ليش.